نيكوسيا عاصمة قبرص، مدينة مزدحمة بالسكان، مليئة بالحياة، عمرها يزيد عن 10,000 سنة. عماراتها تشهد على تاريخها القديم والمتعدد الهويات، فالمواقع الأثرية الفينيقية والرومانية والكنائس البيزنطية والكاتدرائيات القوطية والمساجد الإسلامية خير دليل على عراقة هذه الجزيرة المتوسطية. واليوم أقيمت 4 معارض فيها لإظهار اهتمام هذه المدينة بالفن الحديث. أهم هذه المعارض عالم قبرص للرسام أدمانتيوس ديامانتيس، الذي قام خلال 37 عاماً بجولات حول الجزيرة لرسم مجتمعها وأناسها. أدمانتيوس ديامانتيس رسم هذه اللوحة بين عامي 1967 و1972. الجميع معجب به ويقدر فنه. هذه اللوحة حجمها كبير جدا، لم يحاول فيها رسم مجموعة من الوجوه فقط، وإنما مجموعة من الناس بأزيائهم المختلفة، وقد أراد أن يظهر من خلالها التعددية في المجتمع القبرصي التقليدي. حصلت مؤسسة تيليغليون في سالونيك اليونانية على هذه اللوحة وأعادتها إلى قبرص بعد عودة الأمن إليها. عادت اللوحة إلى قبرص، وابتداء من شهر نيسان إبريل تعرض هنا في متحف بلدية نيكوسيا. مستقبلا ستعرض في صالة عرض ليفنتس الجديدة التي ستفتتح في آذار مارس. وفي معرض آخر للفنان فارتان تاجديان، وهو أحد أهم الفنانين القبارصة المعاصرين، 32 لوحة فنية. فارتان تاجديان رسام أرمني الأصل، له شهرة واسعة في الجزيرة. الطبيعة هي ملهمتي، وخاصة طبيعة قبرص. كما ترون رسمت طبيعتها بطرق مختلفة. في الجهة البحرية لقبرص أشعر وكأنني في وطني. وإن سألتني لماذا حين تعيش بلادك بعض المصاعب تنظم المعارض، فجوابي هو أن الحياة مستمرة، يجب أن نكون متفائلين. وفي معرض كوستاس ستاتيس، وهو أحد رواد الفن القبرصي المعاصر، ندخل إلى عالم هذا الفنان المغمور. ستاتيس عاش حياته في قرية إسكاس، وكان السكان يعتقدونه مجنونا. اسمح لي أن أعرف عنه كالتالي، إنه ماتيس قبرص. لو كان قريبا من الحركة الفوفية الأوروبية لما عانى من المشاكل. للأسف لقد اكتشفناه اليوم، لقد تأخرنا كثيرا. إننا اليوم في القرن 21 وأعماله معاصرة. كوستاس ستاتيس هو رائد في قبرص واليونان أيضا. ماريزا بارجيلي في 38 من العمر نظمت معرضها الرابع في مركز الفن المعاصر، وهو بعنوان التجوال. لوحاتها المرسومة بقلم الرصاص والمائيات تحكي عن الفضاء الذي تعيش فيه بلا بشر. أعتقد أن العديد من الفنانين يعيشون خارج البلاد. لقد تطورنا كثيرا، ليس فقط في مجال الرسم، وإنما أيضا في المسرح والرقص. نيكوسيا هي اليوم ملتقى الحضارات، وفي هذه العاصمة الماضي يتلاقى مع الاتجاهات الحديثة. تاريخ المدينة الغني اختلط بأشكال الفن الحديث. الأبنية الحديثة تظهر هذا الفرق، والفنانون يعيشون ويعملون هنا من أجل مستقبل أفضل.